بتعملوا ايه بقى في الكبد والكلام اللي بتفطروا بيها الصبح؟ وهل بتحطوا معاها ليا ولا لا؟ يعني مصريين كتير يقطعوا حتة، تلاقي يقول لك قراقيش ويشوحوها مع الكبده والكلاوي، علشان طبعا بيبقى طبق ذري. بتعملوها ازاي؟ انا مش بحبها. طب بتعمليها ازاي؟ انا بعملها عادي جدا، مستكه سمنه بلدي كتير، كلاوي، الكلاوي تتحمر كده حلوه قوي، احط الثوم، احط الكبده بس. ما بتشطشطيهاش، ما تحطيش قرن فلفل حراق. مامتي مش بتحب الحراق. مامتك لكن انت لو عليكي. انا بحب السبايسي قوي. دي تفطريها ايه بقى؟ بعيش بقى مفقع بقى ومغمس. عيش بلدي وبطاطس محمره. وبطاطس محمره. محمره بزيت ولا تدحرجيها في سمنه؟ لا بزيت. اوكي، عارفه لو دحرجتيها بسمنه بقى وخدت الصوص بتاع الكبده فوقيها مش عايزه اقول لك. حلوه دي. اسمعي مني بس ماما، ناخد الوصفه دي كمان. انا مش عارفه اسال يا جماعه، انا جعت والاكل يعني ريقي جري. قلت لك اجيب لك طبق فته. طيب.